qui sont venus exprès à mon exposition. Je vous remercie jamais. الجميع كمان مره لحضوره، وبحب دائما نشوفه في الانشطه، وانا راح احط ورقه وقلم عشان اخذ الارقام والتليفونات للناس اللي بحبوا دائما يشاركونا. وهون كمان مره شيء كمان عندنا المركز زي مدرسه لتعليم اللغه الفرنسيه بمجمل مستوياتها، فبنحب اي حدا بحب يتعلم فرنسي، مبتدئين متوسطين متقدمين، عنوانكم هنا. فتفضلوا كمان على الكوكتيل المتواضع. اهلا وسهلا. نلتقي أعزائي المشاهدين مع الفنانة نوريت، وهي مدرسة للأخت ندى إمياس. نوريت شلون؟ أت مورالي بيسول بكراميكا. أنا من مدة ندى بس ما عمش نتايم أخذ نور. كنت تخلي لسبير لانو كتات على عبودوت شانحن رؤين مولينو. التلميذ فوق جبار على موري. אני אשמח, אני תקיעה בכל תלמידיי. בהחלט, אני אוהבת מה שאני עושה. תודה רבה, נורית. ורצון.
ونلتقي مع الفنان الكاتب فوزي شليان. يعطيك العافية. أستاذ فوزي، كيف انطباعك من المعرض؟ هذا المعرض كتير حلو وكتير يعني بنطي انطباع فني غريب من نوعه، ولكن هذا المناظر اللي أنا عم بشوفها أنا كفنان بالفعل إلو قيمة إلو أهمية، وهذا الموضوع يعني قليل من الناس اللي هي تقدر تشتغل هذا الشغل. لولا ما هذا الفنان اللي عملت هذا الموضوع ما يعني مش مثيل. هذا الشيء بدي الناس تعرف قيمة هذا الفن وتيجي وتشوف بعينها بالطريقة قديش فنانين عالميين. طيب. لنا أهمية بهذا. شكرا شكرا أستاذ فوزي. نلتقي مع أم إياس. يعطيك العافية. الله يعافيك. ممكن تقولي لنا شو حكيتي في الفرنساوي؟ شو حكيتي الفرنساوي؟ بإمكانك تأخذ كتيب صغير تقرأ كلهم ترجم هناك. كتيب صغير يعني ترجم هناك. تحب تقولي إشي بس بعد ال... بس أنا اللي بقوله إنه طبيعة الشغل يعني في الكرم كأنه بتتعامل مع الطين، الطين من الأرض والإنسان بيرجع على الأرض بتعامل مع الأرض، الأرض للكل الواحد يعني الأرض يعني كمان بإمكانه يعمل فيها إيش بده. إذا بسبب يعني القيود اللي أنا بحسها من ناحية جسمانية، فلما بتعامل مع الطين بتعامل بشعر أنا إنه في الطين يعني بإمكاني أنا أسيطر على الطين وأعمل فيه إيش بده في الطين. وسيلة للتعبير عن الذات، وسيلة لوسيلة للتعبير عن الذات، لراحة نفسية، لعلاج نفساني. يعني بهذا من خلال الفن يعني الإنسان من خلال الفن كانوا يعبر ويعمل هذه الأشياء. كيف انطباعك بعد ما شفت الناس يعني عم بتفرجوا مهتمين في هاي الأعمال؟ كثير بشجعني وبيعطيني كمان دفعة الأشياء اللي بعملها يعني إنه الأشياء بعملها إلى قيمة وإلى تقدير وإلى اهتمام بالناس اللي بتشوفها. طيب روتانا الكرمي اللي إجا عن ناصري تانو يشوف هذا المعرض، هل ستتاح الفرصة إلنا نشوفه في الكرمل؟ بتعلقش فيه، بتعلق فيه إذا كان في حدا يعني في الكرمل في المسؤولين المسؤولين قبل الإدارة وقبل المجالس المحلية وقبل المؤسسات الثقافية بيعرفوني وبيعرفوا أشغالي وبيعرفوا اهتماماتي وبعطي لهم دعوات، أما الظاهر إنه بعد ما حنش الوقت اللي هم يهتموا إنه يدعوني، أتأمل إنه يشعروا في هذا الاهتمام، لأنه أي شغلات الفنية أشياء اللي كثير كثير بتفيد الإنسان بتفيد الطالب بتفيد أي إنسان تعبير عن أشياء ذاتية، والإنسان مثقف منيح يكون مثقف مش بس شغلات علمية ممكن كمان يكون مثقف شغلات أدبية وأشغالات فنية، وهي لأنه فيش أشي غريب إنه بعمل إذا بتشوفوا هون كلها أشياء اللي نحن تعايشناها إن كان من تطريز إن كان من أشياء أدبية. بعدين أنا بجيبش أشياء غريب من مش من طبيعة، بجيب أشغالات من طبيعة. إذا بتشوف حتى الأشياء اللي انكسرت حتى أشياء تنكسر معي بعطيها مجال تطلع، يعني إذا بتلاحظ هون بعد نعمل هذا البريد ما تنزلت عنه وما ما زفيته باعتبار انه حتى لو انه وقع التوى او انه صار معار او مشوه بخليه ازاوم لانه انه حقا نعيش نفس الشيء القطعه هي انكسرت يعني ايش لازم نزفها على اعتبار انه كل واحد منا لازم يعرف انه اذا انكسر او اذا كان انسان عنده مشكله معينه في حياته او في جسمه هيك يعني ايش انه انسان انه